جاء النداء إلى موسى الكليم فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وفي الأمر للمقدسة مريم فحملته فانتبدت به مكانا قصيا ولكن هنا جاءها النداء من جوف الكعبة أن هلمي يا ابنة أسد وشرفيني بمولودك إنهم أولاد الكعبة إنهم الإسلام من علي إلى ولي ومن ولي إلى ولي من علي إلى المهدي من علي إلى المهدي فاطمه
يروى حمل الكرار وهبيه لطه يروى من بحر الأسرار وستبقى الكعبة أمه حاماها بلهيب فقاري جندي الإسلام لوحده جيش جرار إنه الأمل فأنذري هبل فأس إبراهيم لن يبقي ولن يذر كلها تدك بسيفه فتك كل أصنام الوجود تربها يذر إنه الأمل فأنذري هبل فأس إبراهيم لن يبقي ولن يذر كلها تدك بسيفه فتك كل أصنام الوجود تربها يذر كل أصنام الوجود تربها يذر تربها يذر تربها يذر رباه الله بكف أشرف خلقه في الإيجاد فعلي النفس محمد نوره في كل الأبعاد زوجه ابنته نادى أولاد علي أولادي من نسله كل إمام للدين يعيد الأمجاد كلهم علي ونهجهم جلي وكلهم محمد في السر والعلن دربهم نجاة فأسأل الثبات مع الهداة لا أخاف دورة الزمن كلهم علي ونهجهم جلي وكلهم محمد في السر والعلن دربهم نجاة فأسأل الثبات مع الهداة لا أخاف دورة الزمن مع الهداة لا أخاف دورة الزمن دورة الزمن دورة الزمن يظهر الحجة بالعجل يسند الظهر لك يعتلي صوته يا جنده أقبلي إنني مهدي ابن علي موعدي والهوى لحامل اللواء بايعته قريب ذاك الصبا في كل نفس بيعته
وجدتها صلوا على محمد وآل محمد.